جزاك الله خيرا كل الشيخ نصر على هذه الكلمات الطيبة، ونفع الله بك وجعلك ضيف الإسلام والمسلمين. أيها الضيوف الكرام، معنا أيضا نموذج آخر متميز، بنت عمرها 5 سنوات و6 شهور بالضبط، تحفظ 3 أجزاء من القرآن الكريم بالأحكام كاملا. ففي البداية عايزين تصفيق ليها كبير خالص للنموذج المتميز. هنسمع منها آيات أو آية واحدة عشان نعرف الأداء بتاع هذه الطفلة، نسأل الله تعالى أن يتمم عليها نعمة القرآن كاملا. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيقول منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.